السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة فصول أونلاين. يعني نحاول إن شاء الله نحن نقدم على هذه القناة كل ما يفيد معلمي الأونلاين بإذن الله. طبعا في الفيديو السابق تحدثت أنني يعني تركت الفيسبوك لفترة، فأحاول إن شاء الله نقدم أشياء كثيرة على هذه القناة بإذن الله، لكن بشرط الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ويعني نشر رابط القناة لكل المستفيدين. الحمد لله القناة يعني لا نستفيد منها ماديا، ليس عليها ربح من اليوتيوب، لكن والله يعني نقدم إفادات للزملاء لعلها أن تكون مفيدة وأن تكون في ميزان الحسنات إن شاء الله. كيف تكون الحصة إبداعية؟ يعني بعيدا عن الكلام النظري، يعني طريقة الإبداع في الحصة تتوقف على الإبداع الشخصي من المعلم، إلى جانب أنه يستفيد من خبرة السابقين. تمام، البطاقات التعليمية، جيد، البطاقات التعليمية يعني وسيلة مهمة جدا لجعل حصة تفاعلية مع الطلاب، خصوصا مع الطلاب اللي هم الأطفال أو الصغار في السن. هذه البطاقات أستفيد بها في أشياء كثيرة جدا، ربما في القواعد، ربما في مراجعة اللغة، في أمور كثيرة في الدرس، في تعليم العربية لغير الناطقين بها أونلاين. فكيف صنعت هذه البطاقات؟ ومن أين اشتريت هذه الأوراق؟ وكيف نستفيد بها؟ الآن نرى كيف نستفيد بهذه البطاقات. طيب، أنا طبعا كما تعلمون أستخدم السبورة الحقيقية، جيد، ويعني فعلت فيديوهات كثيرة كيف نستخدم السبورة الحقيقية بهذا الشكل، وسأترك لكم في التعليقات هذا الفيديو إن شاء الله رابط عن كيفية استخدام السبورة والكاميرا وهذه الأمور. البطاقات التعليمية، يعني قبل قليل كنت أدرس للطلاب درس الأعداد، جيد، في المستوى الأول، فاستخدمت فكرة البطاقات وكانت نافعة جدا للطلاب. طيب، أنا طبعا عندي هذه الأوراق، تمام، هذه الأوراق يعني كنت اشتريتها، كنت أريد تقريبا أوراق بسيطة جدا لبحث الدكتوراه، لوضع هذه الأوراق بين فصول الرسالة، لكن يعني لم يكن هناك بد إلا أن أشتري رزمة كاملة من هذه الأوراق، يعني مثل هذه، تمام. فعندي أوراق كثيرة بألوان مختلفة، تمام، فيعني قلت أستغل هذه الألوان، تمام، لصناعة بطاقات مفيدة للطلاب، تمام. طبعا هذه الورقة يمكن قطع هذه الورقة إلى 8 أجزاء صغيرة أو 16 جزءا. إذا قطعتها بهذا الشكل، تمام، بهذا الحجم، ستكون 8 أجزاء. إذا قطعتها بهذا الحجم الصغير ستكون 16 جزءا، تمام. أنا أفضل هذا الحجم لأنه يعني صغير، أحيانا قد نحتاجه إلى هذا، تمام. طبعا يعني تقطع الورقة بشكل كده بسيط، تمام، هكذا، جيد، هكذا، ويعني تكون الورقة متساوية تماما. طبعا ممكن تستخدم المسطرة، تمام، لقطع الورقة بشكل متساوي هكذا، تمام. طبعا كثرة الألوان واختلاف الألوان هذا مهم جدا للحصول على نتيجة متميزة، تمام. طبعا هكذا، تمام، الآن هذه 8 أجزاء، وأحصل أيضا على 8 أجزاء من هذا الجزء أو النصف الثاني، وكذلك من اللون الأصفر واللون الأزرق وايضا اللون الابيض والاخضر. هذه البطاقات استخدمها في تدريب الطلاب على كلمات معينه، على قواعد معينه، على الحركات، على استرجاع معاني الكلمات، عمل العاب تنشيطيه داخل الحصه، تمام. فان شاء الله سننشر لكم فيديوهات يعني من داخل الحدث، من داخل الفصول مع الطلاب، كيف نستخدم هذه الادوات. أحببت أن أشارك هذه الفكرة مع زملائي الكرام، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. طبعا ممكن تشتري هذه الرزمة من المكتبة، تمام، في أي مكتبة ستجد هذه الرزمة اللي هي أوراق ملونة، مفيدة جدا جدا جدا. طبعا أنت تحتفظ بهذه البطاقات في مثلا شيء كهذا،
كما هذه طبعا خاصة بالمكتب، أقوم بوضع البطاقات بداخلها هكذا، مثلا هنا في هذا الجزء، وهذه مثلا هنا، تمام، واستخدمها دائما. يعني مثلا انا لا اكتب هذا وارميه، انما استخدمه في فصل اخر مع طلاب اخرين، واقوم طبعا بتوزيع الاوراق يعني ذات الموضوع الواحد في يعني متتاليه. يعني مثلا هنا نقول ثلاثه وهنا ثلاث، الورقتان مرتبطتان فيكونان متتاليتان بهذا الشكل، يعني حتى تحصل على حصة إبداعية مع طلابك لابد أن يكون عندك شيء من الإبداع. يعني لا تنسونا من الاشتراك في القناة ودعم القناة بالمشاركة ونشر الفيديوهات، تمام، وأيضا لا تنسونا من صالح دعواتكم، وانتظرونا في فيديوهات كثيرة. يعني تركنا الفيسبوك فترة، إن شاء الله سنحاول كل يوم أن يكون عندنا الجديد على القناة. شكرا جزيلا، نفع الله بنا وبكم. كان معكم صفوة البدوي، والسلام عليكم ورحمة الله.